فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم، وهذه مسألة رابعة في رواية البرقاني رحمه الله، أنه سيظهر في هذه الأمة من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو خاتم النبيين، قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو الذي لا يأتي بعده شيء، لأن الناس ليسوا بحاجة إلى نبي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة، ودينه صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فلسنا بحاجة إلى نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى شريعة بعد شريعة الإسلام، لأنها صالحة لكل زمان ومكان، فلا مجال لبعثة نبي جديد. إنما كان الأنبياء يبعثون في الأمم السابقة إذا اندرست الشرائع أو انتهى أجلها، فإنه يبعث نبي آخر. ولما بعث الله هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى أمته خاصة، بعثه الله إلى الناس كافة، وليس إلى الناس كافة الذين في زمانه، بل الناس كافة الذين يأتون من بعده إلى أن تقوم الساعة. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة لمن كان في وقته ولمن يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسالته عامة لكل من في زمانه ومن يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة. فلسنا بحاجة إلى بعثة نبي جديد أو إلى رسالة أو إلى شريعة جديدة، لأن عندنا ما يكفي للعالم كله، لا للعرب أو لأمة أو بلدة أو قبيلة فقط، وإنما هو صالح للناس كلهم وصالح للأزمنة كلها إلى أن تقوم الساعة. فلذلك ختم الله الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الشرائع بشريعة الإسلام. فمن جاء يدعي النبوة فهو كذاب، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، وهذا في القرآن وفي السنة: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قوله أنا خاتم النبيين معناه أنه لا يأتي بعده نبي، لكنه أكد ذلك مرة ثانية فقال لا نبي بعدي. فالذين يأتون من بعده يدعون النبوة لا شك أنهم كفرة، ومن صدقهم فهو كافر. من صدق المتنبئين فإنه كافر، لأنه مكذب لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكذب لله ورسوله في أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم.